السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في احسن صحه واسعد حال. ليه انتيجين الاتش اي في اللي اسمه B24 بيختفي بعد 60 يوم؟ واحد في التشات اللي موجود على الموقع بتاعي واللي بنصح انكم جميعا تتواصلوا تواصل خاص معايا عن طريقه بيسال سؤال، طلع سؤال وجيه لان مفيش حد ساله قبل كده، فقلت اجاوب عليه في فيديو، اعمل له فيديو مخصوص واجاوب عليه. المقدمه ديت التحيه بتاعت التشات اوتوماتيك بتطلع، وبعدين هو بيسال السؤال. السؤال بتاعه بيقول ايه؟ الانتيجين اللي هو B24 بيختفي بعد شهرين، يعني حوالي 60 يوم، فما هي الاسباب؟ ده السؤال بتاعه. ليه بيختفي؟ اللي بيعملوا الكومبو ومتابعين عارفين ان الانتيجين لوحده ما ينفعش يتعمل، لانه بعد فتره معينه اللي هي حوالي يمكن 50 60 يوم بيكون اختفى، وانما لازم نعمل الكومبو الاثنين مع بعض، المضاد والانتيجين اللي هو B24، ولازم نعمل الاثنين مع بعض. ليه؟ لان في الوقت اذا عملت التحليل في وقت يكون المضاد لسه ما ظهرش، فاذا الانتيجين بيبقى ظاهر، ولو عملته في وقت الانتيجين يكون اختفى بيكون المضاد نفسه ظاهر. تاني، يعني انت لو عملت التحليل بدري يكون المضاد مش ظاهر انما الانتيجين ظاهر، ولو عملته متأخر بيكون الانتيجين مش ظاهر لكن المضاد ظاهر، ففي جميع الاحوال هيكون التحليل مؤكد ودقيق. طيب ليه بيختفي بعد شهرين زي ما أخونا بيسأل؟ هو في البداية بيظهر بعد حوالي 16 يوم تقريبا، وبيستمر في الجسم. الجسم بيرد على الفيروس بتصنيع الأنتي بوديز اللي هي المضادات، الأجسام المضادة. بالتدريج المضاد ده الجسم في الغالب بيبتدي يعمله حوالي 28 يوم 30 يوم عند ناس كتير، بيبتدي يطلع المضاد. طب المضاد ده بيتفاعل مع الفيروس وبيتفاعل مع هذا الجسم فبيبتدي يخفي فيه. في البداية المضاد يبقى قليل ويزيد بالتدريج، فالوقت من بعد كده يبتدي الانتيجين ده اللي هو B24 أو B24 يبتدي يقل تدريجيا، الأجسام المضادة تزيد تدريجيا والانتيجين يقل تدريجيا لحد ما الانتيجين يختفي تماما. لكن فيما بعد حوالي ممكن كام شهر كمان، ممكن سنة أكتر حسب جسم الإنسان، الانتيجين ده هيظهر مرة تانية. ليه بقى؟ بيكون الفيروس تكاثر في جسم الإنسان بكمية بحيث المضاد ما يقدرش يعادل هذا الانتيجين بالكامل، فبالتالي بيظهر مرة تانية. ده السبب ليه الانتيجين بيظهر عند حوالي 16 يوم أو قبل كده بيوم ولا اتنين، وبيستمر وبعد كده يقل تدريجيا لحد ما يختفي تقريبا بعد شهرين، أو نقدر نقول حد أقصى 3 شهور. ليه؟ لأن في هذه الفترة بيكون الأجسام المضادة ظهرت وكترت بحيث إنها بتعادل هذا الأنتيجين وتخفيه. يبقى كده جاوبتكوا على هذا السؤال، وبالمناسبة في فيديو عن الكومبو بالتفصيل هينزل قريب، وفي فيديو عن الأجسام المضادة لوحدها نزلته يمكن من كام يوم كده أو يعني من فترة، تشوفوه لو سمحتوا. شكرا جزيلا لكم، وبعيد مرة تانية زي ما هتشوفوا دلوقتي ازاي تتواصلوا معايا على الخاص. اذا حبيت تتواصل معايا فالموضوع سهل جدا، تتواصل معايا على الخاص التشات بتاعي اللي موجود على الموقع بتاعي. الموضوع سهل جدا، مجرد ما تفتح الموقع على طول تلاقي الايقونة اللي موجودة تحت في الاسفل على اليمين، تضغط عليها تفتح لك التشات وتقدر تبتدي التشات. الموضوع سهل جدا.